يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. احنا منورنا في اولى فقرات الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي، احد نجوم النادي الاهلي في رياضه السباحه. وزي ما اكيد حضراتكم تابعتوا معانا من خلال هذا التقرير، الحقيقه ليه مشوار مليء بالانتصارات. منورنا النهارده محمد عادل مصيرحي، صباح الفل عليك. صباح الفل، منورنا. صباح الخير. انت اول مره برنامج ولا هتلاقي؟ لا، تاني مره. تاني مره. طيب الموضوع بسيط، وانت في القناه بتاعتك مفيش اي حاجه، واحنا بندردش واحنا مبسوطين بيك بجد. خلينا نبدا ونعرف الناس برضو عن ابطالنا، يعني خلينا نبدا بالبدايه بتاعتك. امتى ابتديت اصلا تتمرن؟ ايه اللي خلاك تروح للسباحه تحديدا؟ هو انا ابتديت اتمرن وانا عندي 4 سنين، كنت يعني لسه صغير يعني. فبعدين واحده واحده بدات احب اللعبه يعني، ف هو ده اللي خلاني اكمل فيها لحد دلوقتي. لو في الاول الاهالي بيبقوا مش عارفين يودوا فين يلعبوا، فبيودوا مين لي حاجات بالزبط. منها السباحه بتبقى معروفه. وبعدين بدات اكمل بقى يعني لحد ما الحمد لله يعني. لحد ما الحمد لله حققت انتصارات كتير وشاركت في بطولات كتيرة، وخصوصا بطولات عالمية كمان. ومع هذا يعني برغم كثرة مشاركتك في بطولات دولية، لكن انت دايما لما بتتسأل بتقول ان من احب الامور اللي عدت عليك في مشوارك الرياضي هو مشاركتك في بطولة العالم للناشئين. هي اشمعنى البطولة دي بتعتز بيها مع ان انت بعد كده يعني ولعت الدنيا زي ما بيقول؟ لان هي كانت اول بطولة عالم ليا يعني في حمام السباحة يعني بسين. انا طلعت بطولات عالم قبلها بس كانت في الطويلة. بس هي دي كانت اول بطولة عالم ليا في البسين يعني. عشان كده بتعتز بالبطولة دي بصفة خاصة. هي دي كانت اول حاجة ليا ان انا ابدا مشواري في بطولات العالم في البسين وكده يعني. جميل. نتكلم عن الاولمبياد، وده بيكون دايما حلم لاي شخص رياضي. نتكلم بقى هنا عن محمد تحديدا. خلينا نبدا معاك من الحلم للطريق لبعد كده الوصول بقى والاستعدادات، لان ده مهم. احنا يعني الحمد لله احنا يعني قريبين جدا من ان احنا نتاهل، بس يعني ما توفقتش في ان انا اتاهل في الاولمبياد بتاعه 2021. بس ان شاء الله اتاهل في 2024 بإذن ان شاء الله يعني. احنا يعني ككابتن اشرف المدير الفني انا هو يعني رسمين خطه ان احنا نعرف نتاهل بطولات العالم اللي جايه والاولمبياد وكل حاجه يعني. هي إن شاء البطولات الله البطولات الدوليه المختلفه بتكون هي المؤهله للمشاركه في الاولمبياد، ولا في بطوله معينه هي دي؟ في بطولات محليه عادي بتاهل، مثلا زي بطوله جمهوريه او كاس مصر ساعات بتبقى مؤهله للحاجات دي، بتبقى بي كات واي كات. فعشان نتاهل يعني ايه ساعات يا محمد؟ يعني هو ما بيبقاش في عرف دايما في الموضوع ده؟ لا، هي على طول يعني هو لازم بتبقى في بطوله جمهوريه مؤهله ليها يعني. بس في بطولات عالم برضو بتبقى مؤهله على حسب يعني هم بيبقوا قايلين فينا وكده ان البطوله دي مؤهله. ف يعني مع كل دورة أولمبية بيتغير الوضع، مش دايما بتبقى الأمور ثابتة فيها؟ أنا مش عارف، بس هي على طول بيبقى في بطولات مؤهلة كتير في الأولمبيكس يعني، وبطولات العالم برضه بيبقى في أرقام معينة بنجيبها بعدين بنتأهل بقى. إن شاء الله ربنا يوفقك. بالظبط، هو حلم زي ما كنت بقول، هو حلم لكل الرياضيين إن هم يتأهلوا للأولمبياد. فمحمد دلوقتي هنقول خلاص ما حصلش توفيق في 2021، مش قضية، ولكن أكيد أنت راسم من نفسك حلم، فهو ده اللي أنا كنت بسأل عليه. فخلينا نعرف منك، خلي الناس برضو تسمع منك أكتر. مأهل نفسك إزاي علشان تقدر بعد كده تقول أنا بتأهل للأولمبياد؟ أي رياضي بسطها لك أكتر، أي رياضي في العالم بيبقى عايز يتأهل. عايزك تفك معانا. أيوه. مش عايزك تتشد كده. يعني اي رياضي في العالم بيبقى عايز يتاهل للاولمبياد. انت اكيد عايز تتاهل، ولكن عدم التوفيق مره ده مش معناه ان هو نهايه الطريق، ده بالعكس، ده دايما بيبقى بدايه. فمحمد خلينا نعرف كسباح في النادي الاهلي وجمهوره دلوقتي بيتفرج، جمهور النادي الاهلي عامه، فازاي ممكن ان توصل لده؟ حلمك ازاي عشان توصل لده؟ هتحققه ازاي؟ هو يعني بالتمارين طبعا، ان احنا يعني خلينا كثافه التمرين اكتر، الحجم والشده وكده كلهم زادوا الفترة اللي جاية دي بالذات، التمارين من دلوقتي شد جدا. وبس الجيم بقى الفيتنس وكده برضو ماشيين في يعني، زودت الوحدات بتاعت الجيم اكتر عشان اقدر يعني اوصل لمستوى اعلى عشان اعرف اتاهل للاولمبياد ان شاء الله. ده يحصل عن قريب كمان. طب احنا يعني بتهيألي خدنا فكرة كافية عنك كبطل في السباحة، لكن
كإنسان بقى عرفنا أكتر عليك، بتدرس إيه، بتعمل إيه؟ أنا في حقوق إنجلش. ف... لا زميل بقى، أنا كنت حقوق إنجلش. شفت بقى إزاي؟ في أولى ولا في تانية؟ أنا في تانية دلوقتي، حقوق إنجلش في عين شمس. وعامل إيه في مسألة الموازنة ما بين الدراسة، وخصوصا هي دراسه مش سهله اكيد؟ لا خالص مش سهله. وبرضه انت راجل بطل في السباحه، فبتمشي امورك ازاي في النقطه دي؟ هو انا يعني المذاكره يعني مش بركز يعني الصراحه، يعني محمد صريح ودي حاجه كويسه. هو مش مركز فيها قوي، بس يعني مستواي مش وحش في الدراسه برضه، يعني هو بجيب درجات كويسه يعني، بس مش متفوق يعني. مش لازم تتفوق، بس يعني بس خلي بالك دايما قاصد اشترك عند كتير من ابطال الرياضات المختلفه، ان هم الى حد كبير بتلاقيهم ناجحين في عمليه الموازنه ما بين الاثنين. فمهم جدا ان انت تبقى مهتم يعني مستقبلك الرياضي. طبعا مش محتاجين ان نخوض في اهميه النقطه دي، لكن برضه في المقابل حقك برضه تركز في الدراسه. انا بركز في الدراسه، بس يعني مش طول السنه يعني، طبعا هي عارفه كليه حقوق في الاخر كده نروح جايين لمين الدنيا يطلع. حلو، مش عايزين صراحه زايده يعني. الدنيا. ايوه بس دي حقيقة. لا هي كليه فعلا صعبه جدا. هي صعبه، بس يعني بحاول في قد ما اقدر ان انا الم الدنيا يعني. بس الحضور ايه يا محمد عنده يعني؟ هل بيبقى في تعاون ما بين مثلا فكره هنا النادي ووزاره الشباب والرياضه على سبيل المثال والتعليم؟ يعني هل بيبقى في اكسبشنز؟ طبعا لو في سفريات او حاجات من دي طبعا النادي الاتحاد بيقدم للوزاره وكده، وبيقبلوا بيأجلوا لنا امتحانات. طب ده بالنسبه لامتحانات الحضور؟ الحضور يعني جامعتنا ما فيهاش حضور يعني، ما فيهاش اتندنس، فعادي. ازاي ده اتغير الوضع بقى؟ اتغير بقى. ما كانش من زمان قوي يعني. لا ما فيهاش اتندنس، لا في بيبقى في سيكشن بيبقى ليها اتندنس، بس بضطر اروح يعني. اوكي. انا محمد بيديني احساس ان هو بيسمع للجامعه، خلي بالك يعني بيشبع على الجامعه. ركز يا برنس، انت راجل بطل ولازم تتفوق في الاثنين، واحنا اكيد بنتمنى لك كل التوفيق. يعني انت حققت الفتره اللي فاتت ما يكفي من الانجازات، بس طبعا لسه ان شاء الله مستقبل يعني عريض قدامك، وباذن الله ربنا يكرمك كده ويتاهل للدوره الاولمبيه الجايه باذن الله. ان شاء الله. طورت الدنيا يا محمد. شكرا. فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل، ولسه بقى الكلام كتير جدا على ماتش الاياب باذن الله بين الاهلي والترجي، وفي كده كام حاجه برضو او كام نقطه اكيد هنخش او نخوض فيها في تفاصيلها اكتر انا وكريم مع ضيفنا. فاصل وهنرجع نكمل.